5 زعفران الشرقيه و11 2012 اماكن سقوط القنابل العنقوديه. هاي يا جماعة الدول العربية، هاي إصلاحات بشار الأسد، هاي إصلاحات بشار الأسد يا جماعة الدول العربية، يا دول الأجنبية هاي إصلاحاته. هيضرب قذائف عنقودية، قذائف عنقودية من الطيران، وهون ما في شيء، لا في مسلحين ولا في أي حدا، ما في غير الأهل، ما في غير الأولاد والنسوان، ما في حدا. وعيد.